ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع الدكتورة بشاير خبيرة علم الفلك والطاروت. احنا في كل حلقة بنتكلم عن الأبراج، بس الحلقة دي هنتكلم معاها فيها عن العلاقات الأسرية. حضرتك انت شايفة دلوقتي ان علاقة الابن بوالدته او الأم بابنها دخلت في نطاق ان الأم دلوقتي ما بقتش تسمع لابنها، بتتعامل معاه بعصبية، ما عندهاش وقت. لا هو مش كده العلاج ايه بالظبط، للمشاكل دي؟ لا مش كده بالظبط. انا مثلا بيجي لي ناس كلهم مفيش تواصل، يعني دلوقتي نادر حتى الناس اللي كانت بتتواصل من قبل وعندها طولة بال مفيش على تواصل اساس الام مع الاولاد ولا الاولاد مع الام؟ الاتنين على السن ده، كان اول شايف نفسه ان هو طفل او عنده مثلا لسه في سن معين بتقدر تحتويه، لا انا حبيت وكبرت وليا مطلق التصرف ومش من حقك ان انت تضغطيني. ده بيبقى من جواه هو شايف ان هو كبر، هي مش قادره، هي عايزه له حاجه احسن او عايزه لها هي حاجه احسن. الشعور ده بيوصل للولد من سن كام؟ لا مش حكايه سن، انا دلوقتي ممكن يجيلي الاحساس ده بحكم ان انا اتربيت في ظروف اعتمد على نفسي او ان انا ليا شخصيتي من 15 سنه، من 16 سنه، ممكن من قبل كده ان انا المراهقة أو هتعتمد قبل على سن الظروف. المراهقة؟ هو ما بترتبطش بمراهقه، او في ناس عندها تلاتينات واربعينات مش لاقيين حد يحتويهم. يعني عارفه دلوقتي اكتر الناس اللي بتجيلي في واحده بتلجأ لواحده تانية، مامة صاحبتها بتلجأ لصاحبتها نفسها، وبالتالي الاتنين بيكون سنهم متقارب ما بتقدرش تفيدها، بيغرقوا بعض. بتقول لك انا عايزه شخص، وماما طول الوقت الشخص ده لا الشخص ده، طب قابليه او قابليها، اسمعي اقعدي منه معاها الأول. اسمعي منها هي ايه وجهة نظرها، وقابلي الشخص ده معاها وشوفي ايه احتويها. تصرفاته، شوفي ايه دنيته، شوفي ايه حياته، حاولي ان انت تقربي المسافات، لان هي مش هتاخد رايك وكلامك مصدق عليه، لان هي جواها حاجه اسمها مشاعر، حتى لو وحشه هي منساقه وراها. يجي الابن برضو انا اخترت واحده، لا دي اكبر منه، لا دي معرفش، هو خلاص مصمم، هو لا حس دي تعليمها اقل منه، لا دي مستواها مش مناسب الام ليه. عايزه الحاجه الاحسن، بس الابن دايما عايز الحب، عايز حد الاحتواء. يكون حاسس جواه، ممكن يكونوا اهله محتوينه اكتر، بس هو عايز يثبت وجوده ان انا خلاص بقى لي شخصيه. واهلي دلوقتي يعني ممكن واحد يكون في البيت منسي تماما، كل واحد عنده شغله وعنده مصالحه، اول ما يتعلق بواحده معينه او مثلا فكر في فكره معينه حتى لو كليه غير الكليه اللي هم عايزينها، يبتدوا لا لا، هو مجرد ان هو بيلاقي ان حد بيتكلم معاه ان في جدال وفي مناقشه هو حابب ده، حتى لو مش عايز الموضوع مش هيكمل فيه، بيعاند لان انا لقيت حد يتكلم معايا في حاجه، حد يهتم فاهمني بيا حتى لو بحاجه، بالغلط، يهتم حد بيا، يسمعني حتى لو بالغلط. ظاهر وجودي. ده اللي هو بيبقى بيحصل، العيب من وبياخد الاهل فعلا الشباب ان وجوده طبعا، ظهر، بيخلي الأولاد والشباب ان هم يروحوا في اتجاه تاني غير الأهل. هو ظهر يعني بدأ يبقى له كلمة، هو ما كانش ليه كلمة، كانوا شايفينه ان حاجة مهملة. لا انا بقول لهم دلوقتي احتووا اولادكم، لان في حاجات كتير بتبقى بيجي صاحبه يقول له تعالى نخرج، انت تعرفي صاحبه هيجي له ايه؟ بشوف مهازل، يعني بتيجي ام مربيه ابنها كويس جدا لمجرد ان هو واقع في غرام واحده ولا مش قادر يتواصل مع واحده لان هم رافضين دوت، هو خلاص ابتدى يمشي مع ده يقول له خد ما اعرفش ايه اعمل ايه، ده اللي بيبقى ماشي دلوقتي. بينصحوا نصيحة خاطئة. البنت بتروح لصاحبه مامتها ومعتبراها مامتها، مش عايزه تخش البيت، عايزاها تحتويها، بتقابل صاحبتها طب تعالي نقعد هي معرفش الأم انتوا بتقول فين. لبنتها ايه؟ كلمة واحدة، أنا مش مستريحة للشخصية دي، لو سمحتي ما تمشيش معايا. طب ليه يا ماما؟ فسري لي، لا اعملي لي. ممكن يكون لا جاي تقول لها يقدم لا. لها وتقول لها انا رافضه، ده ما بالنسبة تخلوش يخش البيت. للعريس، لا احنا في بنتكلم امهات دلوقتي بالنسبة بتعمل، للصديقات. احنا بنتكلم في الاثنين، الحب ما الحب لازم يبقى فيه ارتباط يا جماعه، ما فيش واحد بيحب واحده يتمشى بيها. انا بقول لكم الكلام ده يعني عن تجارب ناس كتير، الشخصيه اللي عايزه حد بتخبط على بابها ما جاتش بالسلامه لسبب الشخص، اول ما انت بتخرجي معاه وبتدي له فرصه مره واثنين وثلاثه خلصت، هي ممكن مره انا بيتي كذا، شخصيتي كذا، اهلي كذا، عندنا كذا، هتيجي في اليوم الفلاني، وبيبقى ماما عارفه، حتى لو ماما مش عارفه لازم ان انت تبقي في اطار معين، لان اللي هتخون اهلها هتخون جوزها في بيتها، دي حاجه معروفه وقاعده. الراجل النهارده ممكن يمشي مع واحده واثنين وثلاثه، ويوم ما يجي يختار مش هيختار اللي مشي معاها، هيختار واحده احنا تقول له عارفين لا انا مش هقدر، لا انا مش هغلط، مش كل اللي ماشي غلط، بس كل اللي بيخرج بيعمل حاجات الطرف التاني بيتقبلها غلط لان بتبقي نصيحتك ايه حباه. للامهات وللاهل؟ هحكي في ظروفهم اللي هي لازم تمشي صح بس بالنسبه لايه؟ في عجاله عشان وقت الحلقه. الشغل ما ياخدناش،
الشغل يا جماعه بيبقى هو المحور الاساسي دلوقتي. بتيجي بنت تقول لك ماما كل همها توصل، كل همها، هي مش شايفه ان انت بتضحي ولا ان انت بتوفري لها ولا ان انت شقيانه عشانها، او انت منفصله مثلا وعايزه تعوضيها تكوني اب وام، هي مش شايفه ده. هي شايفه ان والدتي، انا شايفه ان والدتي مسؤوله عني، تسمعني تفهمني تحتويني. ما هي ممكن ما تديش فرصه، في بنات ما بتحكيش اساسا غير بعد ما بيعملوا مصايب ومشاكل. اه فعلا، وممكن ما يقولوش لاهاليهم، ممكن يجوا يقولوا لواحده زيي انا بحكم ان انا مثلا ممكن انصحها او ليه حاجه. ليه وعارفه ليه تلجا لصاحبتها وما تلجاش لوالدتها؟ هقول لك، ممكن الام بتكون من خوفها قوي بتزعق بتتنرفز بتعمل كارثه، لكن اللي قدامها الثانيه هي مش هيبقى امامها، بس ممكن تحتويها لانها عارفه ان مفيش حاجه ثانيه. يعني هي لو ما ممكن الام مش مواكبه العصر، لو لجأت لي انا لا مش شرط، مش حكايه العصر او حكايه الزمن او الكلام الفارغ ده كله، لا طبعا. هي في امهات ممكن مبادئنا واحده في كل الاوقات، ممكن تقول لها اعملي اللي تعمليه يعني مش مهتميه بيها. بنشكر الدكتوره بشاير وبنقول لها شكرا ليكي.